مقطع جديد. مقطع اليوم رح يكون بلعبة بيك اكس دي. طبعا اليوم عنا تسريبات للتحديث، هذا هو الايميل. طبعا المقدمة اللي سمعته باول الفيديو طبعا كانت تبع امبارح تبع تسريبات اللي قبل هذه. طبعا هذه هي التكملة اليوم، خلصوها وطرجنتها يعني لإلكم مشان نقرأه سوا. فيلا حطوا لايكات، فأسف على الصوت يعني إذا كان هيك شوي متغير لأنه أنا شوي تعبان. فيلا خلونا نبدأ نقرأ. طبعا رح أكبر الشاشة. بعد طلب المساعدة لمعرفة سبب اختفاء الشمس في اليوم الآخر، هل تعتقد أن بعض الكائنات الغريبة وصلت إلى الكون للتحقق مما إذا كنا ملعونين حقا؟ طبعا الإيميل السابق راح أقولكم باختصار، جيني وغوسب جيرل اللي هي فتاة القيل والقال، يعني هيك تخانقوا بسبب ذهب يعني هيك الشمس، ما بعرف شو حصل لهم وهيك يعني إيميل يعني هيك. أوكي، وهون يعني قالوا لنا باختصار هاي يعني هاي الجزء اللي إحنا الحين أنا قرأته عليكم. طبعا بعد طلب المساعدة طبعا راح نشوف إذا راح يقولوا سبب اختفاء الشمس. طبعا هادو تسريبات للهالوين، بدأ في العد التنازلي، لذا خلونا راح نكبر مشان راح يظهر لكم. لذا فهم خبراء في تعاويذ ويمكنهم قياس مستويات السحر المطبق على الكون الرائع، أليس كذلك؟ أوكي جايز، فهذه ترجمة جوجل يعني أكيد رح يكون هيك أخطاء. ومع ذلك من خلال القيام بتعويذة الوحي اكتشفوا ذلك ليس هناك سحر على الكون، يعني ما في سحر. أوكي، وهون هذا الجنون أليس كذلك؟ وأهم الشائعات هي أنني اكتشفت أنهم يجتمعون. أوكي خلونا يجتمعون مع المسؤول لمعرفة ما حدث وما إذا كانت هناك أشياء غريبة جديدة قد أوكي قد تحدث. أوكي قلت لكم يعني أسف على الصوت إذا كان هيك يعني هيك شوي غريب أو شيء. طبعا جوسب جيرل هي اللي كتبت هذا الإيميل. إنني أتطلع إلى معرفة ما سينتج عن هذه المحادثة، وأنت هل تعتقد أن أن هناك شيئا ما على وشك الحدوث في الكون؟ طبعا هذا هو الإيميل، فتاة القيل والقال، يعني من وين يعني مكتوب هذا الإيميل. طبعا هذا هو الايميل. طبعا الحين راح نشوف الصوره الثانيه. طبعا في بالصوره وهي هذه. طبعا الصوره راح نشوف في الصوره اذا في اشياء. اوكي جايز، فهذه الصوره طبعا خارج الموضوع. طبعا اختفت الشمس، وطبعا بالهالوين ما كانت الشمس، ما كان نهار. اوكي جايز، فالحين يلا خلونا ندقق بالصورة ونشوف يعني شو في. اوكي هون اول شيء، في هون شيء غريب، طبعا الصورة غريبة كلها. اوكي جايز انتظروا، هون انتظروا، هادي طبعا السماء بلون غريب. يب جايز شوفوا هون، ركزوا منيح، في غريب يح صح. اوكي جايز، اوكي جايز اسف لانه بضل بقطع الفيديو، لانه قلت لكم انه بدي انه يوصل الفيديو باعلى جوده من ناحيه الصوت. طبعا هون هذه طبعا شوفوا كانها حامله عصا سحريه صح، ما اعرف. المهم اوكي جايز لقينا الحين يعني اختلافات، يعني اختلافين تقريبا. اوكي جايز، وهون في اختلاف في الشاطئ او البحر او اوكي في اختلاف. شوفوا النص تبعيته، يعني اتوقع انه يكون يعني لون يعني نصف مثلا نصف لون احمر ونصف لون اخضر مثلا. يمكن هذيك السنة يعني كان باللون الاخضر يعني عشان يكون هيك شوي يخوف. وبس هذا كان هو تسريباتنا لليوم. وقبل ما انسى، عيد مبارك سعيد لكم.
وبس كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لي لايكات كثير وتشتركوا بالقناة، وبس بحبكم ومع السلامة.